بعد إطلاعكم على جميع مراحل التحضيرات التي سبقت عملية الاقتراع، أتفضل بتقديم النتائج الأولية التي تم تسجيلها بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 27 نوفمبر 2021. وفي هذا الشأن تجدر الإشارة إلى أنه أطر ل 61,676 مكتب تصويت الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، و 61,676 مكتب تصويت خاص بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية الموزعة عبر 13,326 مركز تصويت، أطرها 804,127 مؤطر صهر على شفافيتها ونزاهتها، 200,755 ملاحظ يمثلون 40 حزب و 1075 قائمة مستقلة. يعني أكرر هذا الرقم الهام، يعني 200,755 ملاحظ يمثلون 40 حزب و 1075 قائمة مستقلة. السيدات والسادة الحضور، أما النتائج التي تم تسجيلها، بلغت الهيئة الناخبة 23,717,479 ناخب مسجل. فبالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، عدد المصوتون كان 7,514,422، ما يمثل نسبة المشاركة تقدر ب 36%. أصوات الملغات كانت 1,136,738، وعدد الأصوات المعبر عنها كان 6,377,684. أما بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية، عدد المصوتون كان 6,902,222، ما يمثل نسبة مشاركة تقدر ب 34.76%. وعدد الأصوات الملغات في هذا الشأن هو 1,340,865، وعدد الأصوات المعبر عنها كان 5,561,357، أصفرت عن ما يلي. فبالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية، عندنا نعطيكم جدول فيه اسم القائمة المترشحة، عدد المقاعد المتحصلة عليها، عدد البلديات التي تحصلت فيها على الأغلبية المطلقة، وعدد البلديات التي تحصلت فيها على الأغلبية النسبية. هذا حتى يعني يسهل لكل ملاحظين ومتتبعي الشأن الانتخابي يعني معرفة الخريطة السياسية المتولدة عن هذا الاقتراع. إذن هو جاي بالتسلسل التصاعدي، يعني من الذي حصل على أكبر عدد الأصوات وإلى آخره. إذن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 5,978 مقعد في 124 بلدية عبر 42 ولاية، وعدد البلديات التي تحصل فيها على الأغلبية النسبية هي 552 بلدية عبر 55 بلدية. وهكذا يتم يعني تعريف كل المتنافسين في هذا الاقتراع. اثنين، أن التجمع الوطني الديمقراطي حصل على 4,584 مقعد
في 58 بلدية عبر 27 ولاية، حصل فيها على الأغلبية المطلقة، وفي 331 بلدية عبر 27 ولاية حصل فيها على الأغلبية النسبية. القوائم المستقلة حصلت على 4430 مقعد، وحصلت على الأغلبية المطلقة في 91 بلدية عبر 24 ولاية، كما حصلت على الأغلبية النسبية في 344 بلدية عبر 48 ولاية. جبهة المستقبل حصلت على 3262 مقعد، منها 34 حصل فيها على الأغلبية المطلقة في 34 بلدية عبر 18 ولاية، كما حصل على الأغلبية النسبية في 228 بلدية عبر 44 ولاية. حراكة البناء الوطني حصلت على 1848 مقعد، وحصلت على الأغلبية المطلقة في 17 بلدية عبر 10 ولايات، كما حصلت على 125 على النسبية الأغلبية النسبية في 125 بلدية عبر 21 ولاية. حراكة مجتمع السلم حصلت على 1820 مقعد، وحصلت على الأغلبية المطلقة في 10 بلديات عبر 8 ولايات، وحصلت على الأغلبية النسبية في 101 بلدية عبر 41 ولاية. عفو من فضلكم، الضوضاء هذاك راهي يخليني نفقد التركيز، وبالتالي نعاود فيما يخص مجتمع السلم. قلت 1820 مقعد حصل على الأغلبية المطلقة في 10 بلديات عبر، حصل على الأغلبية النسبية في 101 بلدية عبر 36 ولاية. جبهة القوى الاشتراكية حصل على 898 مقعد، وحصل على الأغلبية المطلقة في 47 بلدية عبر 7 ولايات، كما حصل على الأغلبية النسبية في 65 بلدية عبر 7 ولايات. حزب صوت الشعب حصل على 576 بلدية مقعد، وحصل على الأغلبية المطلقة في 3 بلديات عبر ولايتين، كما حصل على الأغلبية النسبية في 45 بلدية عبر 21 ولاية. حزب الفجر الجديد حصل على 258 مقعد، وحصل على الأغلبية المطلقة في بلديتين في ولايتين، كما حصل على الأغلبية النسبية في 16 بلدية في 12 ولاية. حزب الحرية والعدالة حصل على 242 مقعد، وحصل على الأغلبية المطلقة في بلديتين في ولايتين، كما حصل على الأغلبية النسبية في 14 بلدية عبر 8 ولايات. جبهة الجزائر الجديدة حصل على 166 مقعد، وحصل على الأغلبية المطلقة في بلديتين في ولاية واحدة، وحصل على 13 على الأغلبية النسبية في 13 بلدية في 5 ولايات. جبهة الحكم الراشد حصل على 138 مقعد في بلدية واحدة، حصل فيها على الأغلبية المطلقة، وحصل على الأغلبية النسبية في 11 بلدية في ولايتين.
تجمع أمل الجزائر حصل على 119 مقعد ولم يحصل على الأغلبية المطلقة في أي بلدية، وحصل على الأغلبية النسبية في 8 بلديات عبر 5 ولايات. إذن حتى يعني لا نكرر، ما بقي من الأحزاب حصلوا فقط على الأغلبية النسبية، وبالتالي ما لن نذكر الأغلبية النسبية، وأكتفي إذن بالبلديات اللي فيها الأغلبية المطلقة وعدد البلديات والولايات المطلقة، لأن الأغلبية النسبية تقريبا يشوف فيها يعني لا تتغير في القائمة. إذن اكتفي بإعطاء الأغلبية المطلقة. إذن قلنا تجمع أمل الجزائر حصل على 119 صوت، لم يحصل على الأغلبية المطلقة في أي بلدية، وحصل على الأغلبية النسبية في 8 بلديات عبر 5 ولايات. حزب الكرامة حصل على 102 مقعد، لم يحصل على أي أغلبية مطلقة في أي بلدية، وحصل على الأغلبية النسبية في 5 بلديات في 5 ولايات. حزب العمال حصل على 46 مقعد ولم يحصل على الأغلبية المطلقة في أي بلدية، وحصل على الأغلبية النسبية في بلديتين في ولايتين. حركة الشباب الجزائري حصل على 45 مقعد ولم يحصل على الأغلبية المطلقة في أي بلدية، وحصل على الأغلبية النسبية في 5 بلديات في 3 ولايات. جيل جديد حصل على 45 مقعد ولم يحصل على الأغلبية المطلقة في أي بلدية، وحصل على الأغلبية النسبية في 3 بلديات في 3 ولايات. جبهة العدالة والتنمية حصلت على 32 مقعد ولم تحصل على أي أغلبية مطلقة في أي بلدية، وحصلت على الأغلبية النسبية في بلديتين وولاية واحدة. حزب التجديد الجزائري حصل على 27 مقعد ولم تكن له أغلبية مطلقة في أي بلدية، وحصل على الأغلبية النسبية في بلدية واحدة. الجبهة الوطنية الجزائرية حصل على 21 مقعد ولا حركة 20 مقعد ولا أغلبية مطلقة ولا أغلبية نسبية. جبهة النضال الوطني 19 مقعد ولا أغلبية نسبية ولا أغلبية مطلقة. حركة الوفاق الوطني 18 مقعد دون أي أغلبية مطلقة في أي بلدية، والأغلبية النسبية في بلدية واحدة. حزب الوحدة الوطنية والتنمية 15 مقعد ولا أغلبية نسبية ولا مطلقة في أي بلدية. التحالفات 12 مقعد ولا أغلبية نسبية ولا مطلقة. حركة الوطنيين الأحرار 11 مقعد ولا أغلبية نسبية ولا أغلبية مطلقة. الوسيط السياسي 10 مقاعد ولا أغلبية نسبية ولا أغلبية مطلقة. التحالف الوطني الجمهوري 10 مقاعد ولا أغلبية مطلقة في أي بلدية، وأغلبية نسبية في بلدية واحدة. الحزب الجزائري الأخضر للتنمية 8 مقاعد ولا أغلبية مطلقة ولا أغلبية نسبية. حركة الإصلاح الوطني 8 مقاعد ولا أغلبية نسبية ولا أغلبية مطلقة. الجبهة الديمقراطية الحرة 7 مقاعد ولا أغلبية مطلقة ولا أغلبية نسبية. الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية 5 مقاعد ولا أغلبية مطلقة ولا أغلبية نسبية. عهد 54 5 مقاعد ولا أغلبية نسبية ولا أغلبية مطلقة. الاتحاد الوطني من أجل التنمية 4 مقاعد ولا أغلبية نسبية ولا أغلبية مطلقة.
حزب النور الجزائري 4 مقاعد ولا أغلبية مطلقة والأغلبية النسبية في بلدية واحدة.